طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن عقد مهم جدا من العقود التجارية، وهو عقد الرهن التجاري. الرهن التجاري، قبل ما ندخل في عقد الرهن التجاري وتفاصيله، عايزين نفهم ايه حكاية الرهن دي؟ ما معنى الرهن؟ حجز. لا، مش حجز. ضمان. ضمان. تأمين عيني. سموها التأمينات العينية أو الضمانات العينية. أنا لو افترضت إن عندي علاقة أساس ما بين دائن ومدين، حضرتك استلفت مني، اقترضت مني مبلغ معين، فأنا دائن وأنت مدين. يعني خلينا ندي مثال ليها يكون واضح شوية. لو افترضنا ان انا عندي دائن ومدين بينهم علاقة اساسية او مصدر اساسي للالتزام، اي مديونية بينهم وبين بعض، تمام؟ المدين هو اللي عليه الحق والدائن هو مين؟ هو اللي ليه الحق. طيب، الراجل الدائن ده عاوز يضمن حقه، دي العلاقة الاساسية، ده العلاقة الأساسية. الراجل الدائن ده عشان يضمن حقه عاوز ياخد ضمان. الدائن قال للمدين إن أنا هديك مبلغ معين، لما يجي شهر كذا هتسدد لي هذا المبلغ، تمام؟ طب يضمن حقه إزاي؟ يقوم المدين يديله شيء على سبيل الرهن. بيت مثلاً أو أرض. مثلاً منقول أو عقار. يديله منقول أو عقار. خلينا مثلاً في المنقول. سيارة. في المنقول بيسموه الرهن الحيازي، وفي العقار بيسموه الرهن الرسمي. هنفرق ما بينهم. يقوم المدين مدي الدائن عقار منقول، يديله مثلا سياره، يديله اي شيء منقوله، وهنعرف ما هو المنقول، تمام؟ طيب، المدين هنا تحول اسمه، هنا بقى انا عندي هنا عقد اساسي هو عقد القرض، ماشي؟ هنا عندي عقد تاني هو عقد الايه؟ الرهن. عقد الرهن ده تابع للعلاقة الأساسية ولا هو العلاقة الأساسية؟ هو تابع. لولا العلاقة الأساسية كان هيبقى في عقد الرهن؟ لا. يبقى هو هنا علاقة تبعية ولا أساسية ولا رئيسية؟ يبقى سميه من الحقوق الايه؟ الأصلية ولا التبعية؟ التبعية، تمام؟ طيب، هو ضمان ولا مش ضمان؟ تأمين ولا مش تأمين؟ تأمين. ده مقدر بالمال ولا شخصي؟ بالمال. لا، مقدر بالمال، لأن أنا اديتك سيارة، يبقى السيارة دي شيء عيني مقدر بالمال، يبقى سميه تأمين عيني ولا شخصي؟ عيني. طب لو اديتك كفالة، واحد ضمن واحد، يبقى سميه تأمين إيه؟ شخصي. لأن مفيش شيء مقدر بالمال هو اللي هيضمن. أمال إيه اللي هيضمن؟ اعتبارات شخصية هي اللي هتضمن، ملاءتي الشخصية هي اللي هتضمن، مش هقدم لك شيء عيني. يبقى الكفالة سميها تأمينات شخصية، لكن الرهن سميه تأمين إيه؟ تأمين عيني. واضح كده؟ طيب، المدين هنا اسمه رائي، هو في العقد الأساسي ده دائن وده مدين، تمام؟ في عقد القرض ده دائن وده مدين. في عقد الرهن واحد فيهم اسمه راهن وواحد فيهم اسمه مرتهن. مين الراهن ومين المرتهن؟ الراهن. الدائن. الدائن راهن ولا مرتهن؟ مرتهن. مرتهن. والمدين؟ راهن. راهن. فيها لخبطة؟ لا. هتتلخبط فيهم؟ لا. طيب، عشان ما تتلخبطش فيهم، المدين فيها ايه؟ ميم. والمرتهن فيها؟ ميم. ما تحطهمش مع بعض، ما يجوش مع بعض، مدين ما يجيش مع مرتهن. المدين هو مين؟ راهن. هو الراهن، تمام؟ والدائن هو المرتهن. وضحت الفكرة؟ عيب. عقد الرهن قلنا هو تأمين، ضمان. الرهن نوعين، رهن حيازي ورهن عقاري. رهن عقاري يعني أجي على العقار، على الصك بتاع العقار، أأشر عليه إن أنت ليك حق، إن العقار ده مرهون لمصلحتك،
لو ما سددلكش الدين تقدر تروح تنفذ على العقار ده. الرهن ده ما هوش رهن تجاري، لا ده اسمه رهن رسمي، رهن عقاري رسمي، ليه نظام اسمه نظام الرهن الرسمي، صادر في 1433، صادر بالمرسوم الملكي 49 بتاريخ 13/8/1433، بيسموه الرهن العقاري الرسمي او المسجل، الرهن العقاري المسجل. تمام. طيب الرهن الحيازي ان انا منقول انقله في حيازه الدائن، المدين يقدم منقول ضمانا للدين ينقله في حيازه مين؟ الدائن. ده بنسميه الرهن الحيازي. الرهن الحيازي دوت لو كان الدين محل الرهن دين تجاري، الرهن ده سميه رهن تجاري. يبقى مش كل الرهون الحيازيه رهون تجاريه. وضحت؟ مش كل الرهون الحيازيه رهون ايه؟ تجاريه، لكن كل الرهون التجاريه رهون ايه؟ حيازيه. لان الرهن التجاري لا يقع الا على المنقولات، لا يقع على العقارات. واضح كده؟ سهله ولا صعبه؟ سهل. يبقى الرهن الحيازي، الرهن الحيازي هو ان انا اديك منقول احطه في حيازتك عشان تضمن الدين. انت كدائن، انا مدين، عليا فلوس. طب انت كدائن عايز تسلفني تضمن فلوسك ازاي؟ اخد منقول اديهولك اقول لك خلي المنقول ده معاك، لو ما دفعتش نفذ عليه. ده رهن حيازي. لو الدين اللي بسببه حصل الرهن ده، الدين المصدر الاصلي، العلاقه الاساسيه، لو العلاقه الاساسيه، لو الدين ده اصلا دين تجاري، الرهن ده يبقى رهن ايه؟ تجاري. لو الدين ده دين عادي يبقى الرهن رهن ايه؟ رهن عادي. واضح كده؟ يبقى الرهن الحيازي لو محله، لو مصدر الاساس هو مش الرهن الحيازي، ده تابع لايه؟ لعلاقه اصليه. لو العلاقه الاصليه دي تجاريه يبقى التابع ماله؟ تجاري هو كمان. لو العلاقه الاصليه دي دين عادي يبقى التابع ايه؟ ها؟ يبقى عقد عادي، ما هواش مدني، ما هواش تجاري. وضحت؟ يبقى امتى اسمي الرهن الحيازي رهن تجاري؟ لو مصدر الاساس بتاعه، العلاقه الاساسيه بتاعته علاقه تجاريه، علاقه تجاريه. الرهن التجاري ليه نظام اسمه نظام الرهن التجاري، صادر بالمرسوم الملكي 75 بتاريخ 21/11/1442 هجري. جاء نظام اسمه نظام الرهن التجاري وليه لائحه تنفيذيه خاصه بيه. طيب مين اطراف الرهن التجاري؟ قلنا الدائن والمدين والراهن والمرتهن، هم دول اطراف العلاقه. طيب الرهن التجاري لا ينصب الا على المنقولات، لا ينصب على العقارات. ايه الفرق بين العقار والمنقول؟ العقار شيء ثابت. العقار كل شيء متصل بالارض اتصال قرار، ولا يمكن نقله من مكان لمكان الا بهلاك. حاجه متصله في الارض وما تقدرش تنقلها الا اذا هلكت، الا اذا هلكت دي اسميها ايه؟ عقار. كل ما يمكن نقله من مكان لمكان دون هلاكه ده اسميه ايه؟ منقول. عندي حاجه اسمها عقار بالتخصيص ومنقول بحسب المقال. العقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته خصص لخدمة عقار. تاني، العقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته خصص لخدمة عقار. المبنى ده، القاعة اللي احنا فيها دي، عقار ولا منقول؟ عقار. فيها منقولات ولا ما فيهاش؟ فيها. الترابيزة دي، الترابيزة دي منقول ولا لا؟ بس مخصصة لخدمة العقار، اسميها عقار بالايه؟ بالتخصيص. لكن هي بطبيعتها ايه؟ منقول. هل يقع عليها الرهن الحيازي او الرهن التجاري؟ لا لا، خدها قاعده بقى، الرهن التجاري لا يقع الا على المنقولات بطبيعته، لا يقع على على العقار بالتخصيص. يعني ينفع ارهن عقار منقول مخصص لخدمه عقار؟ ما اقدرش. ينفع ارهن منقول مخصص لخدمه عقار؟ لا ما ينفعش. يعني واضح كده؟ لازم لما ارهن منقول بطبيعته وليس مخصصا لخدمه عقار، وليس مخصصا لخدمه عقار. يعني منقول يبقى منقول فقط. طيب زي اسعاف المستشفى يعتبر عقار بالتخصيص؟ اي منقول مخصص لخدمه عقار هو عقار بالتخصيص، المهم ان يكون مخصص لخدمه هذا العقار. ماشي. طيب عقد الرهن من العقود الرضائية، يعني ايه من العقود الرضائية؟ العقود اللي تنعقد بمجرد الايه؟ الايجاب والقبول، لا يشترط فيه شكلا معينا من
أشكال الانعقاد. طيب طبعا الرهن التجاري إجراءاته أبسط من الرهن الحيازي العادي أو من الرهن الرسمي أو من الرهن العقاري، هو عقد الإجراءات بتاعته هنشوفها بسيطة جدا، وطبيعته أنه عقد أصلي ولا عقد تابع؟ عقد تابع. إنشاء الرهن، قلنا إنشاء الرهن ينشأ بمجرد الإيجاب والقبول ما عدا حالتين الرهن فيهم لازم يتكتب. لو بترهن صكوك إسمية أو صك لحامله، لو بترهن صك اسمي او صك لحامله. يعني ايه صك اسمي وصك لحامله؟ لو بصيت على المادة واحد من اللائحة التنفيذية لنظام الرهون التجارية هتلاقيه بيعرف لك الصكوك الاسمية، يقول لك ورقة مالية اسمية من اسهم او سندات او حصص تأسيس وغيرها تحمل اسم مالكها. يعني عندي سهم باسم شخص، عندي مثلا سند أو حصة في شركة باسم شخص، دي صكوك ولا مش صكوك؟ صكوك مالية، تمام؟ الصكوك المالية دي قابلة للرهن لأنها منقولات، تعد من المنقولات، قابلة للرهن لأن المنقولات سواء الطبيعية أو المعنوية، مادية أو معنوية ينفع تترهن، المهم إن هي مقدرة بالمال، ينفع تترهن، تمام؟ طيب الصكوك اللي ليها اسم ديت ما تقدرش ترهنها إلا لما تكتب عقد رهن. لما تكتب عقد رهن. طيب عندك اوراق تجاريه الصكوك لحامله، عندك اوراق تجاريه لحامله، مش عندك مثلا ممكن تكتب شيك لحامله؟ مش ديك ممكن تكتب كمبياله لحامله؟ طيب الشيك لحامله والكمبياله لحامله ديت تظهر على ظهرها، تعمل لها تظهير. عارف يعني ايه تظهير؟ اللي هو التجهير، تمام؟ يعني ادي عندك الورقه التجاريه، هنا في الساحب وهنا المسحوب عليه البنك اللي حاطط الفلوس عنده، وهنا المستفيد، تمام؟ اقلب الورقه على ظهرها، اللي كان هنا مستفيد تحول الى ايه؟ ساحب. الى ساحب، المسحوب عليه ظل زي ما هو، ودخل مستفيد جديد اللي هو المظهر له. واضح كده؟ عرفت عمليه التظهير ايه هي؟ يبقى انا عندي ساحب، عندي مستفيد، عندي مين؟ مسحوب عليه. لو قلبت الورقة على ظهرها، اللي كان ساحب مركزه القانوني تحول إلى إيه؟ اللي كان مستفيد في آخر العلاقة مركزه القانوني تحول إلى إيه؟ إلى ساحب. المسحوب عليه هو هو ما اتغيرش، وظهر لي واحد جديد مستفيد جديد اسمه إيه؟ المظهر. إيه؟ المظهر له؟ ممكن. تمام؟ ممكن لو عملت التظهير دوت راه أشرت عليها بالراه، بالتظهير لو أشرت عليها بالراه أنت كده أنشأت الرهن. الرهن الحيازي أو الرهن على الرهن التجاري على الورقة التجارية. بس عشان حضرتك تنشئ الرهن دوت لازم عدة شروط. الشرط الأولاني لازم الدين يكون ثابت في ذمة المدين. يعني عشان تعمل رهن، هو الرهن علاقة أصلية ولا تابعة؟ لازم الاصل ده يكون ثابت، الدين الاصلي ده، ما هو الرهن ده ضمان لدين. الرهن ده مش مصدر اساسي للالتزام، مش قلنا الرهن ده تامين ضمان؟ هو ضمان لدين، لازم الدين ده يكون ثابت. واضح؟ الدين ده يكون ثابت. طب لو افترضنا ان الدين دوت موصوف، يعني معلق على شرط او مضاف لاجل، ينفع اعمل رهن؟ اديني مثال لدين معلق على شرط. شرط فاسخ. اديني مثال لدين معلق على شرط فاسخ. السيارات مثلا، إيجار السيارات. طيب المتهم بالتمليك. مثال. اذا ما سددتش ياخذون السياره منك او اسحب منك السياره، يفسخ العقد. ينفع الكلام ده؟ لا. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ مش دين؟ طب اديني مثال تاني غير الايجار المنتهي بالتمليك، عشان ده عقد مركب. اديني عقد بسيط، مثال لعقد بسيط. ايجار من الشقق، ايجار الشقق ممكن. ايجار الشقة ماشي، ها. لو ما دفعتش؟ قرض. ينفع؟ ما ينفع صراحة. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ شرط بقى. هو انت عارف يعني ايه الالتزام الموصوف او الالتزام المعلق على شرط فاسخ؟
ايه الفرق ما بين الالتزام المعلق على شرط فاسخ والمعلق على شرط واقف؟ يعني ايه الالتزام المعلق على شرط اصلا؟ اتفضل. الشرط الواقف ها ان الالتزام لا يتحقق الا اذا تحقق الشرط. لو نجحت هديك السياره. يبقى لو تحقق شرط النجاح يقوم الالتزام في ذمتي. طب الشرط الفاسخ؟ انا اديتك السياره في الاول، لو سقطت هسحب منك السياره. يبقى امتى الالتزام ينشا في حقك؟ لو سقطت. يبقى افسخ هنا شرط فاسخ. ها لا ماشي، بس الشرط الجزائي ده اثر من اثار فسخ العقد. ماشي. طيب الشرط الجزائي نوع من انواع العقوبات المدنيه يعني. يبقى الشرط الفاسخ ان انا انهي الالتزام لو تحقق، وينشا الالتزام في حقك لو تحقق الشرط الفاسخ. طيب ينفع الرهن للشرط الفاسخ؟ لا ينفع. ينفع الرهن للشرط الفاسخ لانه محقق الوجود. لو ارتكبت الخطا زي انت عارف زي ايه؟ زي في الايجارات لما تاخد شهرين تامين. انت بتاخد الشهرين التامين دول ليه؟ عشان لو سويت شيء، عشان لو ايه؟ لو انتهى عقد الايجار واخليت باي التزام من التزامك بالمحافظه على العين، اخصم منين؟ من التامين. واضح كده؟ طيب يبقى يجوز ضمان الدين في الديون المستقبله المضافه الى اجل ايضا. لو الدين مضاف الى اجل ينفع ان انا اضمنه بالرهن ايضا. يبقى لازم يكون الدين ده ثابت او قابل للثبوت، وان يكون معين المقدار او قابل للتعيين. المال ده لازم يكون معين المقدار اللي انت هتضمنه بالرهن او قابل للتعيين. ينفع بقى تكون العقارات دي ماديه او معنويه. ماديه، عقارات ماديه زي كل العقارات اللي تقدر بالمال، او تكون معنويه زي الاسم التجاري، زي العلامات التجاريه، زي حقوق المؤلف، زي براءات الاختراع. كل دي مسائل بنسميها من المنقولات المعنويه، زي الاسهم والسندات، الحصص في الشركات، كلها دي منقولات معنويه تقدر انك انت تعمل لها رهن تجاري. وكل نوع ليه طريقه الرهن بتاعته. هنقول دلوقتي كل نوع طريقه الرهن بتاعته ايه. لازم كمان المنقول يكون قابل للحيازه. يعني ايه المنقول يكون؟ هو معناها ايه الحيازه؟ ما هو الرهن التجاري ده نوع من انواع الرهن الحيازي. ما معنى الرهن الحيازي؟ هو نقل السيطره الماديه على المنقول من المدين الى مين؟ الى الدائن. من الراهن الى مين؟ الى المرتهن. واضح كده؟ نقل السيطرة المادية على المنقول، هي دي الحيازة. السيطرة المادية على المنقول. واضح كده؟ يبقى لازم لما ترهن ترهن شيء قابل للحيازة. ويكون مملوك لمين؟ للمدين، الرهن. لازم يكون مملوك. ينفع يرهن حاجة مش مملوكة له؟ تمام؟ طيب. ويكون جائز التصرف فيه. يعني لما ترهن حاجة تكون شيء قابلة للتصرف فيها، ما ينفعش ترهن شيء غير قابل للتصرف فيه. ليه يكون قابل للتصرف فيه؟ يستفيد منه. لا، عشان وارد ان نهاية الرهن ده يكون ايه؟ افرض انت ما دفعتش الدين اللي عليك، انا هعمل ايه في الرهن؟ هبيعه في المزاد العلني. يبقى ده بيع جبري. يبقى ده تصرف ولا مش تصرف؟ لو كان الشيء اللي انت رهنه غير قابل للتصرف فيه، هعرف ابيعه؟ مش هعرف ابيعه. يعني مثلا انت راهن لي شيء غير قابل للتصرف، زي مثلا الاثار. الاثار ده شيء غير قابل للتصرف فيه، ده ممنوع التعامل بيه. الاثارات دي ممنوع التعامل بيها. رحت انت عاوز تضمن الدين، رحت مديني قطعه اثريه مثلا، هل ينفع دي ان تكون محلا للرهن؟ ليه ما ينفعش؟ لانك انت لو ما سددتش الدين اللي عليك هتضطر ابيعها في المزاد العلني. وهل دي قابله للبيع في المزاد العلني، قابله للتصرف فيها؟ لا، دي خارجه من دائره التعامل. ما ينفعش نبيع ونشتري الاثارات، البترول والغاز والذهب اللي بيطلع من الارض وخيرات الارض دي مملوكه للدوله، خارجه عن دائره التعامل. جسم الانسان خارج عن دائره التعامل، واخد بالك؟ يعني ما ينفعش واحد يرهن شيء جزء من اعضائه، ما ينفعش، ده شيء خارج عن دائره التعامل. يبقى الاشياء المنقولات الجائز ان تكون محلا للرهن هي القابله للتصرف فيه. القابله للتصرف فيه. او المنقولات اللي فيها الشرط المانع من التصرف، وده تاخدوه في المدينة. طيب عشان الرهن ده ينفذ او ينفذ، عقد الرهن يتم،
لازم ننقل الشيء المرهون لحيازة مين؟ لحيازة الدائن لحيازة الدائن اللي هو المرتهن اللي هو المرتهن. بنقل له الشيء المرهون ده. طب طريقة نقله هو التسليم. طريقة نقله هو التسليم. طيب لو الشيء دوت المرهون المنقول المرهون دوت لو من المنقولات المعنوية ما هوش منقول مادي يعني لا ينتقل بالتسليم، أرهنه إزاي؟ يعني ما عندي مثلا الأوراق التجارية، الأسهم والأوراق الأسهم والسندات اللي صادرة من الشركات المساهمة. الأسهم والسندات اللي صادرة تصدرها الشركات المساهمة دي بتنقلها في هيئة سوق المال، بتأشر عليها بالرهن. هيئة سوق المال تأشر لك على الأسهم والسندات دي بالرهن. حقوق المؤلف دي تأشر عليها في وزارة الثقافة والإعلام. براءة الاختراع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. العلامات التجارية وزارة التجارة والصناعة. دي كلها كل جهة اللي بتصدر الصك أو كل جهة اللي بتصدر المنقول المعنوي ده هي اللي بتأشر لك بالرهن. واضح كده؟ كده الرهن يبقى تم. لكن لو المنقول عادي مادي ما هوش معنوي ينتقل الرهن إزاي؟ بالتسليم. ينتقل الرهن بالتسليم. طيب لو منقول معنوي طبعا ينفع، لو منقول مادي ينفع بمجرد الإجابة والقبول، ينفع بمجرد الإجابة والقبول ما عنديش مشكلة. طيب ايه اثار عقد؟ خد بالك في نقطة مهمة قوي لازم تعرفها، هي العلاقة الراهن والمرتهن. في حد ثالث ممكن يدخل في العلاقة دي؟ الشخص العادي اللي هو اللي ممكن اللي هو احنا بنسميه الايه؟ اللي الرهن الحيازي تحت ايديه، او ممكن تسميه الكفيل العيني، اللي هو بيرهن ممكن يقدم رهن مش ملك المدين ولكن ملك الغير. يعني انا عايز اخد قرض من بنك مثلا وما عنديش ضمانات، يجي اخويا يقدم رهن باسمي، لكن هو لا مش حوالك حق، هو الضمان اللي اخويا بيقدمه ده ملكي ولا ملك اخويا؟ ملك اخويا، تمام؟ بس هو رهنه ضمانا لمين؟ للدين بتاعنا، للدين بتاعنا. وممكن نخلي الشيء المرهون ده تحت ايديه، تحت حيازته هو. في الحاله دي هو خد الصفتين، صفة الكفيل العيني وصفة الايه؟ العدل. مين هو العدل؟ هو الشخص الامين اللي الشيء المرهون تحت ايديه. يبقى الشيء المرهون ممكن يسلم لمين؟ ممكن يسلم للدائن المرتهن، وممكن يسلم لمين كمان؟ الشخص العدل اللي هو الشخص اللي بيحط الشيء تحت ايديه على سبيل الامان. الشيء المرهون يضع تحت حيازته على سبيل الامان. وضحت الفكرة؟ طيب اثار الرهن بالنسبه للراهن، الراهن اللي هو مين؟ الدائن ولا المدين؟ الراهن الراهن الدائن ولا المدين؟ اكيد الراهن هو المدين. طب المرتهن؟ لا هو الدائن. اثار عقد الرهن بالنسبه للراهن اللي هو المدين يلتزم بايه؟ اول شيء يلتزم بيه انه يسلم المنقول محل الرهن، يسلمه لمين؟ يسلمه للعدل اذا تم الاتفاق عليه اللي هو الوسيط اللي هيضمن، او يسلمه لمين؟ للدائن اللي هو المرتهن. كمان من حقه يحصل على ايصال استلام. كمان هو ملتزم بضمان المال المرهون. لو كان المال ده هلك بسبب خارج عن اراده من تحت يده الرهن. يعني لو اديتك مثلا المال المرهون ده تحت ايد العدل او تحت ايد الراهن اللي هو تحت ايد المرتهن اللي هو الدائن، وهلك المال ده لاي ظروف طارئه، انت كمدين تضمن انك تبدل لي الرهن ده وتديني رهن تاني. واضح كده؟ لو ما كانش الراجل دوت اللي هو الدائن متعمد ان هو يهلك الرهن، لو متعمد يهلكه هو اللي هيتحقق. واضح؟ طيب تلتزم كمان بنفقات المحافظة عليه، لو كانت المحافظة على المنقول ده بتحتاج عناية خاصة انه يتحط مثلا في أماكن حفظ معينة أو يحتاج مصاريف، أنت بتتكفل بيه هذه المصاريف. طيب استبدال الرهن، هل من حقك تستبدل الرهن ولا مش من حقك؟ من حقك أنت كدائن كمدين
راهن من حقك تستبدل الرهن ده، يعني تغيره، تقول له هات لي الرهن ده واديني غيره. لو كان من المثليات خلاص ما عنديش مشكلة. المثليات هي الأشياء اللي بعضها يقوم مقام البعض الآخر. طب اشتغل بنفس القيمة بنفس القيمة، لازم يكون نفس القيمة ما يقلش. وبالعكس ده لو القيمة قلت، أنت لو الشيء قلت قيمته بسبب الزمن تمام، أنت ملزم تعوضني، ترفع لي القيمة دي، تديني رهن تاني يزود لي القيمة أو تستبدله لي بحاجة ذات القيمة. خدت بالك؟ وما هو ده خارج عن الأصل العام، بس نص عام، هو نص ملزم في نظام الرهن. هنجيله دلوقتي، هقول لك، هجيب لك النص دلوقتي. يبقى الحالة الأولى، خلينا الأول، إمتى تستبدل الرهن؟ لو بالمثليات من حقك تستبدله. طيب لو ما هوش بالمثليات تقدر برضو تستبدله، بس بموافقة مين؟ بموافقة الدائن. طب القيمة، إذا قلت القيمة، المادة 19، للراهن أن يستبدل الشيء المرهون إذا كان معرضا للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة. لو حصل له أن قلت قيمته بسبب التلف أو أنت لازم أنك أنت تستبدل هذا الشيء المرهون. طيب أثار عقد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن، الدائن المرتهن اللي هو الحيازة تحت إيديه، الشيء المرهون هتبقى تحت إيديه اللي هو الدائن، لازم يحافظ عليه ولا يعرضه للهلاك؟ يحافظ عليه، لان يده عليه يد امانه ولا ملكيه؟ يد امانه، تمام. عدم الانتفاع به بدون مقابل، يعني ما ينتفعش بالمال المرهون ده الا لو دفع مقابل. يعني لو انا اديتك سياره ما تروحش بقى رايح جاي بيها وتنتفع بيها، لا، لو هتنتفع تنتفع بمقابل، تمام. طبعا كمان من حقك تقدر انك انت تستثمره باذن مين؟ باذن المدين، وتدي مقابل الاستثمار دوت للمدين. طبعا بيبقى من حقك التتبع والتقدم، يعني لو حصل ان المدين ما دفعش الالتزام اللي عليه، انت اول واحد تنفذ على الدين المرهون. طيب الحائز العدل بقى اللي هو الشخص الثالث، اللي هو لا راهن ولا مرتهن، لا دائن ولا مدين، هو الراجل الوسيط الضامن اللي احنا حطينا الشيء المرهون تحت ايديه، عليه التزامات ولا ما عليهوش التزامات؟ عليه التزامات، نمره واحد انه يحافظ على الشيء، ومن حقه ان هو ياخد اجر للمحافظه على هذا الشيء. طيب تعالوا نشوف بقى اجراءات بيع الشيء دوت، الشيء المرهون. لو افترضنا ان حضرتك ما وفيتش بالتزامك، من حق الدائن اللي ليه الحق اللي هو المرتهن يبيع الشيء المرهون ولا مش من حقه يبيعه؟ من حقه يتخذ اجراءات بيعه. الاول ماده 15 بتلزمك انك انت تعمل له اعذار 3 ايام الاول. يعني ايه اعذار؟ اللي هو بنسميه تكليف بالوفاء، تقول له حل اجل الدين، هتدفع ولا بيع؟ ده بنسميه التكليف بالوفاء، اعذار بسداد المديونيه. ما تقدرش تتخذ اجراءات البيع الا بعد الايه؟ الا بعد الاعذار. بعد ما بتتخذ الاعذار دوت بسداد المديونيه، بتلجا للمحكمه المختصه اللي هو في النظام ديوان المظالم، اللي هي المحكمه التجاريه. بتلجا لديوان المظالم بتقول له والله انا عايز اتخذ اجراءات البيع، بيمهله ديوان المظالم 5 ايام، ثم بعد كده يتخذ اجراءات البيع في المزاد العام. ايه؟ طبعا هيحصل تعديل لما تسلخ الدوائر، لازم النظام هيتعدل، لان النظام موضوع من 1424. قال لك ديوان المظالم على اي اساس؟ قال لك ديوان المظالم على اساس ان المحكمه التجاريه كانت تتبع لايه؟ لديوان المظالم. وضحت؟ طيب السؤال، هل من حق الدائن المرتهن ان يتبع او يتخذ شرط الطريق الممهد؟ يعني ايه شرط الطريق الممهد؟ يعني يجي في عقد الرهن يقول له اذا حل اجل الدين وما دفعتش الدين اللي عليك، المنقول محل الرهن ينتقل لملكيتي مباشره. ينفع يقول الكلام ده؟ لا ما ينفع، ده شرط باطل، ده شرط باطل. طيب ينفع يقول له هبيع في المزاد العلني دون اتخاذ الاجراءات، او هبيع دون اتخاذ الاجراءات الواجب النص عليها، اني انذرك 3 ايام واتقدم للمحكمه والمحكمه تنذرك 5 ايام؟ هل ينفع ان انا اشترط ان انا اتخذ اجراءات البيع دون اتباع هذه الاجراءات؟ برضه ما ينفعش، لان الاجراءات دي متعلقه بالنظام العام، واي شرط يخالفها فهو باطل. اتفضل. اذا تبع الامر المخاص من الملكيه الرهن
اذا اتبع الطريق في البيع اللي بيدخل المزاد العلني بيشتري. طب ينفع انا اشتري باذن من المحكمه؟ انا لو ده انا لو لو ده المرتهن وعايز انا تنتقل لي ملكيه الشيء المرهون دوت، ينفع؟ ينفع، بس لازم باذن مين؟ باذن المحكمه، مش باتفاق بين الطرفين. لا، لو حصل اتفاق بين الطرفين يجي الراجل ده يتمسك يقول لك الشرط ده بطل، يقول لك الشرط ده بطل. ليه؟ ليه النظام قال بطلان الشرط دوت؟ لان المتين وهو بيوقع على عقد الرهن هو الطرف القوي ولا الضعيف؟ هو محتاج الدين فهو الطرف الضعيف، فوارد انه يوافق على اي حاجه. فانت لو حطيت له شرط زي ده، شرط الطريق الممهد يسموه، هو وارد انه هيوافق، فقد تكون ارادته ايه؟ مكرهه على شرط زي ده. ما احناش ضامنين سلامه ارادته 100% في هذا الشرط. واضح كده؟ فعشان كده جه النظام او جه المنظم وقال لك قال لك يبطل مثل هذا الشرط. طب السؤال، هل الشرط ده بس هو اللي باطل ولا عقد الرهن كله هو اللي بيبطل؟ الشرط ده بس، ويظل عقد الرهن كما هو. طيب امتى ينقضي عقد الرهن؟ ينتهي عقد الرهن امتى؟ بانتهاء الدين الاصلي، زوال الدين الاصلي، زوال علاقه الاساس يترتب عليها زوال ما يتبعه. وطالما عقد الرهن دوت تابع يبقى زوال الاصل يترتب عليه زوال التابع، لانه يدور معاه وجودا وعدما. يبقى لو الدين الاصلي اتسدد الرهن قائم ولا انتهى؟ انتهى. لو الدين الاصلي انقضى بالتقادم، يعني بمضي المده، في بعض الديون بتنتهي بمضي المده في القوانين المقارنه موجود، في القانون السعودي لا، يقول لك الحق لا يسقط بالتقادم، لكن قد تسقط بالتقادم المطالبة به، المطالبة بالحق ولكن مش أصل الحق، اللي هو تقادم الدعوة مش تقادم الحق. زي إيه مثلا؟ زي دعاوى الأجر في العمال، لو سنة لو سنة عدت عليها، بس هي سقط الحق ولا سقط سماع الدعوة؟ سماع الدعوة ولم يسقط الحق. واضح كده؟ طيب يبقى ينقضي الدين، ينقضي الرهن بانقضاء الدين، وايضا ينفك الرهن اذا تم التنفيذ وتم البيع في المزاد العلني. طيب لو انقضى الرهن ولكن انقضاءه غير صحيح، لو اكتشفنا ان عقد الرهن ده انقضى لسبب غير صحيح، ايه اللي بيحصل؟ يرجع الرهن تاني. يرجع الرهن. واضح كده؟ في مشكلة.